السلام عليكم. إن لليلة القدر أسرارا وكرامات عظيمة لا يعلمها إلا الله تعالى، وهي الليلة التي حذرنا النبي أن نضيعها ونفوتها، وأخبرنا بوجود عدة علامات مميزة تدل عليها، وسنخبركم بهذه العلامات المميزة والتي لا تظهر إلا في هذه الليلة، وثم بموعد ظهورها بإذن الله تعالى. فلليلة القدر عدة علامات مميزة أخبرنا بها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مؤكد، وسنخبركم بعلامة إن رأيتموها فتأكدوا أن هذه هي ليلة القدر واغتنموها، حيث تظهر علامات ليلة القدر على مرحلتين. المرحلة الأولى هي علامات تظهر أثناء حدوث هذه الليلة، والهدف من ظهورها تحفيز العبد وتقويته على إتمام العبادة والزيادة في التضرع إلى الله عز وجل، وقد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه. والعلامة الأولى منها هي أن سماء تلك الليلة تكون صافية منيرة، ويكون القمر فيها ساطعا، والليلة ساكنة لطيفة لا برد فيها ولا حر، ولا يظهر في سمائها شهب وكواكب حتى الصباح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة صبيحة طليقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. أما العلامة الثانية فهي شكل القمر في هذه الليلة، حيث يكون شكله مختلفا عن شكله في باقي ليالي السنة، فيكون شكل القمر فيها مثل شق الجفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ وأما العلامة الثالثة فهي علامة لا تراها العين، ولكن يشعر المؤمن بها في قلبه، حيث يشعر المرء في تلك الليلة بالسكون والطمأنينة تسري في جسده، فيلين قلبه ويحس بالقشعريرة تسري في أضلاعه خلال صلاته ودعائه. فلا بد لكل مؤمن أن يشعر بداخله أن تلك الليلة هي الليلة التي كان ينتظرها. وأما المرحلة الثانية من العلامات فهي العلامات التي تأتي بعد انقضاء ليلة القدر، وأما الهدف من هذه العلامات تبشير من قامها بأنه قد حصل الخير والفضل في أعظم ليالي السنة، وجعل من فاتته يشعر بالحسرة والندم لتفويتها، ويحرص على ألا يكرر خطأه في العام القادم. وهي علامة واحدة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه فقال: وتصبح شمس صبيحتها ضعيفة حمراء. وقال في حديث آخر أن شمسها تطلع يومئذ لا شعاع لها، وهذا ما يميز هذه الليلة ويؤكد انتهاءها، حيث يكون منظر الشمس خافتا غريبا في ذلك اليوم، ولا ترى خطوط أشعتها كالعادة، ويكون لونها مائلا للحمرة كأن شيئا يغطيها. والسبب في أن الشمس في ذلك اليوم تطلع من دون شعاع هو كثرة الملائكة التي تنزل إلى الأرض وتملأ السماء فيها فتغطي شعاع الشمس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة في تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. وهذه هي العلامات التي تدل على حدوث هذه الليلة. وأما موعد ليلة القدر فقد أوصانا النبي عليه الصلاة والسلام بأن نلتمسه في العشر الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة طبقة، في سابعة طبقة، في خامسة طبقة. وعن عبادة بن الصامت أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر، فإنها وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلة. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: إنها في ليلة 27 أو 29، أي أن أغلب هذه الأحاديث تحصر هذه الليلة في 3 أيام من رمضان: 25 و27 و29. وأجمع غالب العلماء والصحابة على أنها في ليلة 27، فاغتنموا هذه الأيام المباركة والتي يعادل كل يوم منها سنين من الأيام العادية. نرجو أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم في هذا المقطع، ولا تنسوا مشاركة المقطع مع من تحبون من أصدقائكم وأهاليكم،
فالدال على الخير كفاعله، ودمتم بحفظ الله ورعايته.